ولكن هناك ملفات أخرى يعني معمولة بطريقة جدية وما فيهاش أخطاء، واللجنة التقنية اختارت أن ترفض هذه الملفات بالجملة، لأن إلى حد اليوم من 65 ملف المذيع درس منها على حسب المعلومات اللي عندي أنا 24، وتم رفض ال 24 هذه. في الفترة الأولى نذكر باللي اللجنة التقنية دارت تحفظات، في الفترة الثانية بعد 9 ملفات ولات ترفض، قرر بالرفض من الأول، ما فيهاش تحفظات. السلام عليكم. حسب المصادر الخاصة بقناة شروق نيوز أن استيراد السيارات الجديدة سوف يكون في الثلاثي الأول من سنة 2022، أي جانفي فيفري مارس إلى غاية مارس سنة 2022. حسب نفس المصادر الخاصة بالقناة أن هناك 65 ملف لوكلاء السيارات تقدموا بملفاتهم إلى وزارة الصناعة من أجل حصولهم على الاعتماد. كذلك اللجنة التقنية تم رفضت إلى غاية الآن 24 ملف، أربعة وكلاء تقدموا بملفات الطعون لدى لجنة الطعون من أجل حصولهم على الاحتماد. كاين علامات أوروبية كبيرة وأسيوية تقدمت بالملف تاعها من أجل الحصول على الاحتماد. على حساب وش فهمنا من المقال تاع قناة الشروق أنه لجنة الطعون أو اللجنة التقنية راح تمد خلال الأيام القليلة المقبلة هذا إن شاء الله احتماد اللي يسمح لوكلاء السيارات باستيراد السيارات الجديدة. وكاين حصة استضافوا فيها نبيل جمعة وكذلك الصحفي مراد سعدي قناة الشروق، بعد قليل راح نحطوها على القناة. والسلام عليكم.